نظمت جامعة جوجيان في الصين حملة ترويجية استثمارية لمشاريع من ابتكار الطلاب. شاركت أكثر من 10 فرق طلابية بمشاريع تجارية مبتكرة، وقامت الجامعة بالاتصال مع شركات استثمارية لتبنيها. تهدف هذه الحملة إلى تشجيع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال وبناء قواعد التمويل لفريق ريادة الأعمال. شارك الطالب غو يانغ في السنة الثالثة الجامعي بمشروع اسمه مخزن الصحابة، عبارة عن منصة لبيع المتعلقات التي لا يحتاجها طلاب الجامعات، سعيا إلى حل مشكلة تراكم المنتجات غير المستخدمة لديهم. من我们的产品从一个学校开始覆盖，到目前覆盖了江浙沪280多所高校，可以说我们是也就取得这样的成绩，我们只花了1年的时间。所以我觉得创业这件事情，它不是一个属于说你一定要毕业了才去做的事情，它是一个只要你有想法，你可以任何时间、任何地点，你就可以去尝试的一件事情。就像习总书记说的那样，咱们青年人要勇于做先锋，不要做过客，更不要做看客。 استطاعت شركة صينية رائدة بتيانجين للمركبات تحت الماء بإنجاز روبوتات تقوم بالأعمال الهندسية تحت الماء وأعمال البحث العلمي في البحر وعمليات الإنقاذ وأيضا تربية الأسماك والزراعة المائية وغيرها. فريق المشاريع للشركة لا يريد أن تقتصر مهمته على المبيعات فقط، بل يسعى إلى تأسيس قاعدة بيانات عملاقة خاصة بالروبوت تحت الماء. 我们的发展路径呢，就是从早期的一个产品型提供公司，慢慢的向工程服务过渡，最终呢，其实我们要向这个广大的客户，还有就是我们国家这个海洋资源开发提供这种大数据的能力。 كما أن هناك شركة صينية أخرى في ريادة الأعمال وقد نشأت من أحد نوادي الدراجات وقامت بتطوير خدمة آب خاصة بركاب الدراجات. قد وصل عدد المستخدمين إلى مئات الآلاف. يقوم البرنامج المصمم بتقديم خدمات متعددة من خلال جمع قاعدة بيانات عن عادات ممارسة الرياضة للمستخدمين ووضعية الشوارع ومضامير الدراجات. 前两天我们发起一个大型活动，就是在路上去寻找那些占道、占自行车道的违章汽车。我们画了一个大北京的违章占道的汽车大地图，然后就是通过这个发到微博来引起全社会的共同的那个讨论。 التوظيف الجيد لقاعدة البيانات يساعد فرق ريادة الأعمال على تحسين المنتجات والخدمات وتفادي المشاكل بسرعة، وعلى المدى الطويل سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة، حيث أصبحت قواعد البيانات أكثر شيء مطلوب لدى الشركات الناشئة الجديدة في ريادة الأعمال.